ادي نمره واحد. نمره اتنين، ايه الميزه اللي عملها الحكم ده تخليه يحكم ماتش اللي جاي؟ هو ده بقى الكلام. انت جيت وليكن انت جيت عن الاهلي، بس في حاجات تانية. الراجل ده بقى له 3 سنين بيحكم في السعوديه، اكيد فرقه الهلال هي. لا اسدي انا بشوفها. لا بص هقول لك حاجه، اسمعني طيب. بس اسمعني، اسمعك اتفضل. 3 سنين بيحكم في الهلال، تمام. طب ما انت عندك حكم مش موجود خالص، وحكم عربي اللي هو غربان ما يحكم. على الاقل ما حكمش غير الماتش الاولاني الافتتاحي وخلاص، وما حكمش تاني طول البطوله. طب ما يحكم. ربما هو من المصابين اللي ذكر اسمائهم، لان اللي احنا الرد اللي جالنا ان هم في 2 مصابين. طيب يعني مصابين يعني ده من عدمه. البطوله فيها كام حكم؟ 3. 3 سلام اللي فاضلين. اللي فاضلين 3 سلام. لا مش 3 سلام، 3 2 منهم مصابين. 3 اللي هيحكموا يعني 3 هو اللي بقى يعني. هو غربال افريقي تمام. بس برضو انا شايف ما ينفعش يحكم، فلازم يبقى حكم اوروبي ولا حكم اسيوي ولا حكم، ده الكلام اللي اتقال لنا، ولا حكم اسيوي. وهي فيها منطق، ولكن فيها منطق. فيها منطق طبعا، ان ولا ينفع حكم افريقي ولا ينفع حكم اسيوي. وبالتالي وفي 2 اصابتين، هل الاصابتين دول حقيقة؟ انا ما اعرفش الحقيقه، ما يلحقوش طبعا. هل انا مثلا كاتحاد دولي بكل ما املك وبكل الحكام وبكل والهيس والكلام ودولي وفي الاخر عندي حكم بيحكم ماتشين يعني؟ لا قصه. على فكره إيه؟ على فكره ممكن بطولة. الحكم خمس، انت جايب بطوله خمس حكام بس في البطوله. لا انت على، انت ممكن الحكم ده، انا ما اعرفش خمس حكام ولا لا، بس هو ممكن الحكم ده يوم السبت نلاقيه واحد من، بس انا زي ما كنت بتكلم عنها. انا زي ما كنت بتكلم عن هوند في الاول، انت عندك شواهد، والشواهد بتؤدي لنتائج. الشواهد اللي احنا شفناها في الماتش اللي فات تؤدي لنتائج سيئه، مش مبشره بالخير. مش مبشره ماشي. لكن ممكن جدا يطلع كويس الماتش اللي جاي. ده اللي احنا نتمناه كاهلاويه يعني. احنا بص، هو طبعا اكيد برضو بيدور على يعني اسمه، برضو اسمه مش قليل في الكوره يعني طبعا. فاحنا عايزين نعذره. ممكن يكون احنا، انا شايف من وجهه نظري ان الماتش اللي فات كان فيه ضربه جزاء بتاعت عبد القادر، ولكن نسبتها قليله، ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش. انما غير كده في الماتش انا مش شايف انه عمل جرائم. بس خلينا احنا بنتكلم في ركله الجزاء. ماشي، بس احنا بنتكلم كره يا اسلام، وانت اكيد فاهمني. ما عملش ما حجمكش، مش بكرج يا اسامه، صح ولا انا غلطان؟ لا مش بكرج يا اسامه طبعا، دي حقيقه صح. فاحنا يعني هو مش هيجي زي بكاري، مفيش حد زيه بكاري ده، مفيش حد زيه. لو هنتكلم بالمنطق بوندو وبكاري دول ما جوش زيهم بصراحه. فخلينا نتكلم منطقي. انت لو هم فعلا مفيش حكام يقدروا يحكموا غير 3 منهم 2 مصابين، لا يبقى خلاص. يبقى خلاص. ما انا بقول لك ده، انا عشان كده ده اجباري. ما هو بالظبط.